بارت تايم او حاجه بدخل فيها علشان احسن دخلي، او بدخل فيها علشان تدريب عملي عشان اخد خبره، فدي كلها بنسميها دراسه جنب العمل جنب الدراسه، او ان انا لسه داخل مجال الشغل جديد. فزي ما كنا بنتكلم الحلقه اللي فاتت على الصدمه بتاعت نقله ان انا داخل الجامعه جديد ويبقى ليها صدمه علاقات محتاجه اركز فيها، دخلت الشغل الجديد برضو ليها صدمه علاقاتها، زائد انه الاستمراريه في الشغل بقى ليها تحديات في علاقاتها الحقيقه مش قليله. عايز برضو زي ما متعودين نعمل كل حلقه، عايز اقول كام نقطه سريعه جدا.